سبحان الله وجوههم منورة. الوالد بخطيدة وغيره كاتب السيد إدريس العراقي. يعني صور قليلة بس. وهذا منه؟ من اسمه هذا؟ أساميها وقاعد تختفي. سبحان الله. هذا السيد محمد علوي المالكي، هذا السيد سرور الرفاعي، فيهم موجودين السيد منير الرفاعي طرابلس. يعني كل فترة السيد الشيخ يوسف النبهاني. والله هذا والله هذا مع الوالد. ذاك السيد احمد العلاوي جاسر سالم السقامي، سيد محمد الهاشمي الثاني، هذا الحموي وهذا الخطيب. المهم انهم انوارهم موجوده. بس انا عجبني هذا السيد ادريس العراقي قدس الله سره، ان شاء الله انت تقدر تقولهم ما تعرف سيره. سوى سلام ارفع سلام تجمع.